يعني ما زالت كاميرا الجزيرة مباشر مصر داخل المحافظات تتجول، نحاول استطلاع رأي المواطنين على السلع ومدى الإقبال عليها، وما السلع التي يتم شرائها في رمضان، وما السلع التي يتم الإقبال عليها بزيادة في شهر رمضان المبارك. ونحن الآن في محافظة المنيا مركز صملوط، وتحديدا في سوق صملوط، نحاول استطلاع رأي الباعة عن الأسعار ومدى الإقبال المواطنين عليها. السلام عليكم، كل سنة طيب. الأول أنت طيب عون. يعني أنت بتبيع هنا في السوق بطيخ؟ طب قول لي كده، الاقبال السنه دي على الفاكهه ازاي، عامل ايه في رمضان؟ انا والله اول سنه ليا واول طالع عشان الدنيا تعبانه، بس البطيخ ب 2 جنيه و3 جنيه. دي فرشه البطيخ بتاعتك؟ اه. بكام بقى، عرفنا الاسعار كده. ب 2 جنيه وبجنيه ونص. بس يعني في ناس بتبيع ب3 وب4 و5، انا ببيعها بجنيه ونص وب2 جنيه بس. طب هل المواطن المنياوي بيقبل على شراء الفاكهه في رمضان؟ اه المنياوي والمنياوي بتاع الفاكهه. بس معلم ده ليه في الباكه برضه كبير وبتاع يعني. اه السلام عليكم، كل سنه طيب يا حاج. وانت طيب. شايفك بتبيع في السوق هنا دي طعميه صح؟ عجينه الطعميه دي عشان السحور طبعا، فطار وسحور. يعني المصريين مشهورين دايما بالطعميه والفول في السحور. قول لي كده، قول لي كده، اللفه دي عندك بكام؟ ده بجنيه سعادتك، كيس كيس الدجه ده بجنيه. اه اتفضل. الناس بتشتري منك لحد دلوقتي ولا خلاص بقى رمضان بيخلص؟ ده من دلوقتي ان شاء الله لغايه المغرب كده. اه يعني الناس بتقبل على شراء الفول والطعميه والملتزمات دي؟ اسهل حاجه الفول والطعميه، انها رخيصه سعادتك، يعني الدنيا مولعه والناس كتر خيرها. اه وانت طيب حضرتك. السلام عليكم، كل سنه طيب يا معلم. صحتك. قول لي بقى، انت بتبيع مانجا كده، عرفنا انواع المانجا المختلفه اللي عندك ايه؟ اللي عندي عندي مانجا تومي يا باشا، المختلفه اللي عندي مانجا تومي. مانجا تومي دي هي المختلفه اللي عندي، ودي سكريه. طب قول لي المانجا ايه؟ المانجا ايه دي؟ تومي. اه ايه المانجا التومي دي بقى؟ مانجا تومي نوع جديد، اسم جديد. اسم جديد. ده كان بيتصدر بره، ده ما كناش بنشوفه. ده كان بيتصدر بره، يعني ده مصري اصبح الان دلوقتي موجود في مصر، كان بيتصدر. ده مصري بس ما كناش بنشوفه، ده كان بيتصدر من بره بره، لما التصدير واجب بنشوفه الوقت. طب ليه نوع المانجا ده كان بيتصدر دايما ما بيتباعش في السوق المصري هنا؟ ايه؟ ليه نوع المانجا ده كان دايما بيتصدر ما بيتباعش؟ انت لسه بتقول ان هو بدا يتباع هنا في مصر. ايوه هو كان غالي، وهنا طبعا لما الجو تعبان هنا في البلد، طبعا مصر كلها تعبانه. ولما مش هنزل ده عشان ده ينزل غالي. لكن ما فيش تصدير جمل رخيص ب 10 جنيه مقبول على الزبون، لكن ب 15 كان هينزل. لو هو في تصدير كان هينزل هينبقى ب 15 وب 20، وهنا الناس تعبانه. عشان ده لو جرب 20 جنيه ياخد بقى كيلو مانجا، مش هينفع طبعا. يعني انت بتبيع كيلو المانجا ده بكام؟ ده ب 10 جنيه. طب والمانجا الاخرى المختلفه، انا شايف مانجا هنا النوعين المختلف. دي ب 6 جنيه عشان السوق ما في. دي زبديه. دي زبديه كانت بتتباع ب 8. دي سكريه. اسعارهم اقل طبعا من المانجا الثانيه. طبعا اسعارهم كانت 8 جنيه بس ما فيش سوق، الجو تعبان ب 6 جنيه. طب شايف اقبال ازاي المواطن المنياوي هنا على شراء الفاكهه في رمضان السنه دي؟ هل شايف في اقبال السنه دي زي السنه اللي فاتت ولا مختلف؟ لا طبعا. لا ما فيش، الجو نايم خالص في كل حاجه، في كل حاجه تعبان. طب ليه الجو نايم؟ انت بتقول دلوقتي الجو نايم وبتقول لي ما فيش اقبال، ليه؟ أنا السنه اللي فاتت كل يوم اخلص العصر، كل يوم اخلص العصر السنه اللي فاتت، لكن دلوقتي بقعد لغايه الساعه 12 بالليل. والساعة واحدة بالليل، كنت بقعد لغاية الساعة، النهاردة بقعد لغاية الساعة واحدة بالليل، السنة اللي فاتت لغاية العصر وشكرا. كان شغل، كان في شغل وكان في فلوس. لو السنة دي مفيش. السنة دي تعبانة مع اللي بيحصل. كل سنه وانت طيب. يعني اسالك انت كرب اسره، انا شايفك نازل السوق، انت نازل تشتري ايه النهارده من السوق؟ اشتري طماطم، اشتري جوافه، شويه خضار واروح لعيالي. شايف اسعار الفاكهه والخضار السنه دي عامله ايه هنا في المنيا؟ كويسه برضه، بس يعني برضه الجو تعبان معانا احنا كمواطنين. كمواطنين تعبانين برضه يا باشا، انا معايا راجل معايا 6 عيال، واخد شقه ايجار ب 250 جنيه وما عنديش لا وظيفه ولا زرع ولا اي حاجه. طب انت قلت لي ان انت نازل تشتري بعض السلع، قول لي انت نازل تشتري ايه النهارده؟ اشتري عيش، اشتري عجينه طعميه، اشتري جوافه، كيلو عنب،
اللي اقدر عليه يا باشا. بس انت لسه ما بداتش تاخد جولتك يعني، شفت الاسعار ولا لسه داخل؟ لا انا لسه يا باشا شايف الاسعار يا باشا، واقف الاسعار. ايه رايك في الاسعار السنه دي؟ هعمل ايه يا باشا؟ طب هنعمل ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا على كده. كل سنه وانت طيب يا باشا. كل سنه وانت طيب يا حاج. كل سنه وانت طيب يا حاج. يعني انت رب اسره طبعا. يعني اسالك كرب اسره، ايه رايك في الاسعار السنه دي بالنسبه للخضار والفاكهه في المنيا؟ الاسعار حلوه جدا وتمام التمام وكل حاجه، وبس الزحمه اللي انت شايفها دي والقلق اللي احنا فيه ده. يعني دي تقصد زحمه السوق يعني؟ زحمه السوق والتكاتك والعربيات والقفله والبلد كده يعني. شوف الكوبري زيتك عامل ازاي، ما حدش عارف يعني يعدي بالنهار او في الليل، انما الاسعار مرتاحه و100 100. اسعار حلوه جدا يعني. طب هو السوق ده من ساعه ما انشئ برضه في الطريق الناس رايحه جايه يعني العربيه؟ ما كانش كده، ما كانش كده، كان كرايك. ايه اللي اختلف بقى؟ ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ما فيش سيادتك حد مثلا بيتكلم مع الناس، ما فيش حد بيتكلم مع الناس. زي ما انت شايف ادينا واقفين انا وانت يعني هنتعور، وما حدش بقى بيتكلم معاك يعني، واقفين انا وانت كده هنتعور. اديك شايف الحل قدامك، ما فيش مثلا حد ينظم. ايه السبب في رايك يعني ان العربيات بقت تخش هنا في السوق؟ الحياه سيادتك مفيش امن طبعا، وبتوع الحي يعني، بتوع الحي اللي هم شغالين، بتوع الحي اللي هم هنا شغالين يعني، يجي ينظم مثلا. تديك شايف هنا طبعا، بص العربيه اكبر العربيه والناس بتاكل عيش، مفيش مشاكل. انا شايف برضو ملاحظ ان بعض التكاتك داخله وبعض العربيات والموتوسيكلات. هو كان السوق ده كان زمان بتمشي فيه العربيات كده؟ ده السوق كان تحت، السوق هنا اهو، السوق كان تحت. طب ايه اللي خلى بقى العربيات تخش والتكاتك؟ العربيات مفيش، كل واحد تتكلم مع حد ممكن تتخانق مع يتخانق فيك يعني، ممكن تتكلم مع توك توك مثلا عايز صغير سايق. واديك شايف النظام يعني. طب قول لي انت موجود هنا في السوق باستمرار؟ 24 ساعة هنا موجود في السوق. يعني الحاج دلوقتي ذكر لي قال لي يعني الأول كان السوق تحت ودلوقتي أصبح العربيات بتخش والتكاتك. شايف سبب الفلات ده سببه إيه؟ سببه يعني المرور كله، وبتوع الحي وبتوع المجلس، ويعني الشارع زي شارع المركز دوت مقفول للمية في لحد هنا، ما تعرفش شارع المركز يعني المفروض يبقى نظيف لحد آخر الصناعة. طب أنت نازل تشتري النهاردة من السوق؟ أنا نازل أشتري خضار للبيت وحاجات يعني. أنت شايف إن الشارع كده العربيات داخله وخارجه في السوق ده بيضايقك انت، مش بيخليك تعرف تشتري كويس؟ على المضايق عشان الناس وبتوع تكاتك بيقفلوها والناس البياعين كلها يعني، في كل حاجه يعني في نظام، يبقى في نظام، مفيش رقابه خالص. وقبل ما اتكلم انت تطلب ايه من المسؤولين هنا يعني في المنيا؟ يعني احنا في مركز صملو، تطلب ايه من المسؤولين في مركز صملو؟ الحي بس، الحي بس هو اللي ينظم الدنيا، الحي مش اكتر يعني، هو كل حاجه النظام في الحي بس. طيب كل سنه طيب، اتعرف بيه يعني. دلوقتي انت مواطن، انت بتقولي الاسعار مولعه، اسعار ايه اللي مولعه يعني؟ انت نازل ايه تشتري النهارده لقيت الاسعار؟ اللحمه مولعه، الفاكهه مولعه. قول لنا كده الاسعار اللي انت بتقولها كده، قول لي يعني. انت عندك رغيف العيش مش عارف مين نجيبه، بنقف عليه بالساعتين اساسا. رغيف العيش بنقف عليه بالساعتين والثلاثه، العيش مش طايلينه، احنا مش طايلينه. عندك الدنيا كلها مولعه، الموز ب 5 جنيه، مش حتى مش موز النظيف. شايف ان انت دلوقتي قلت لي سعر الموز ب 5 جنيه، هل انت شايف ان ال 5 جنيه دي مش في سعر مش في متناول المواطن العادي هنا المنياوي؟ مش النظيف، ده موز التعبان، ده اوسخ موز ب 5 جنيه، ده اوسخ موز ب 5 جنيه. اما الموز الثاني ب 10 جنيه، كله تفاح ب 10 جنيه. يعني نعتذر عن هذا اللفظ. احنا ب 60 جنيه. يعني الشباب هتجيب منين والناس هتجيب منين؟ حالة أزمة هنا خالص خالص خالص. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب، تعالى كده. كل سنة وأنت طيب يا ماما. طيب يا حاج. يعني أسألك كربة أسرة، أنا شايفك النهاردة نازلة السوق كده في مركز صملوط هنا، قولي لي كده السوق الأسعار أخبارها إيه السنة؟ وهي كويسة بس في متناول اللي معاه فلوس. يعني اللي معاه فلوس في متناولها، واللي ما معاش أها عادي. طب أنت نازلة تشتري إيه النهاردة يا ماما؟ كيلو خيار، كيلو طماطم، أعمل سلطة الأولاد. طب شايفة أسعار الطماطم والخيار اللي أنت نازلة تشتريه؟ كان بجنيه، وكان بجنيه وربع، اللي هو النهارده باتنين ونص. الطماطم باتنين ونص. طب في رايك ايه سبب الارتفاع ده؟ يعني انت كنت قلتي ان قبل كده كان بجنيه ونص، دلوقتي باتنين ونص، سبب الارتفاع ايه من وجهه نظرك؟ اللي ما عرفش الشعب، الغله اللي ما هي اللي مش مكفيه. بس يعني انا واحده من الناس، جوزي بيقبض 160 جنيه، هتعمل ايه 160 جنيه لخمس افراد؟ يعني احنا خمسه، اما ياخد 160 جنيه هتعمل ايه 160؟ ولا شغل ولا مشغله غيرها. بس يا دي انا عايزه ايه يعني؟ الراحه
معانا ثلاث عيال عاوزين نعلمهم، معانا ثلاث عيال عاوزين نعلمهم، مش عاوزينهم يدوروا شرشتيه، مش عاوزينهم يدوروا يسرق ويبقى شمحطيه، عاوزين نعلمهم عشان يطلعوا حلوين شباب المستقبل، مش عاوزينهم يطلعوا كيف بس ادي اللي احنا عاوزينه من المحافظ بتاع المنيا. كل سنه وانت طيبه يا ماما، متشكرين ليك. شكرا يا ماما. شكرا يا ماما. كل سنه وانت طيب. انا شايفك يا رب اسره دلوقتي، انت نازل السوق، قول لي كده انت نازل تاخد جوله بتشتري ايه؟ لاولادنا كده نازلين نتكسر لاولادنا لبس كده وبتاع، الحاجه كلها غاليه ومش عارفين نعيش، يعني العيشه صعبه جدا. وبالنسبه لرغيف العيش قاعدين يعني من اول رمضان ما حدش سمع صوتنا خالص بسبب رغيف العيش. احنا هنا في محافظه المنيا مركز صملوط، يجي المحافظ نفسه او يجي الرئيس محمد مرسي نفسه يتفرج على رغيف العيش المسرطن. انا واحد من الشعب اهو بوصل صوتي اللي سامعني للمسؤولين في محافظه المنيا بالذات، البنزين والسولار والعيش كل كوم رغيف العيش ده كوم، رغيف العيش منزل لنا مسرطن، عيش مسرطن، يجي المحافظ يشوف العيش المسرطن. انا ما رضاش اكله من اول رمضان بشتري الرغيف. انت بتجيب الرغيف مسرطن ازاي؟ انت عرفت منين هو مسرطن؟ انا قاعد اشتغلت عند واحد صاحب مطاعم بيقول لي احنا بننزل الدقيق الفاسد في الايام دي بالذات مش عارف ليه، يجي يتفرج عند رغيف العيش بمركز صملوط رغيف العيش فيه مسرطن. انا مسؤول على الكلام ده، يجي الدقيق كله بايظ. ماشي، انت دلوقتي بتقول مسرطن، مسرطن ازاي يعني؟ انت عرفت منين انهم العيش كله اسود؟ اسود ممكن يكون الدقيق فيه مشكله في حاجه، ده عيش مسرطن. ناس كتير لا مؤاخذه عيط بسبب موضوع العيش والميه، ويجي الكلام ده ويجي اوريه العيش. انا عندي عيش في البيت كل يوم بجيب الاشتراك وبرميه لمؤاخذه الفراخ ما باكلوش لان العيش مسرطن، وديله في 60 دقيقه والانابيب وكل حاجه بقت زحمه، وديك شايف الزحمه. مركز صمارت ومحافظه المنيا يا ريكزي ركز عليها بالذات. وصلت الرساله وكل سنه وانت طيب. يعني ما زلنا في جوله داخل سوق صملوط بمركز صملوط بمحافظه المنيا نستطلع اراء المواطنين. يعني كل سنه طيب. انت عندك ايه النهارده فاكهه؟ قول لي. كتير وعندي عنب وجوافه ومانجا وكل حاجه يا استاذ. طب قول لي سعر التين 4 جنيه والجوافه ب 6 جنيه النهارده يا استاذ. جوافه ب 6 جنيه. جوافه ب 6 جنيه غاليه يعني يا استاذ. انت شايف ان 6 جنيه ده سعر مناسب للمواطن؟ والله هي لسه حضرتك يعني اول مره مرتين تنزل بعد رمضان، متوقع ان ينزل سعرها، متوقع انه ينزل سعرها بعد رمضان يعني. طب شايف اقبال الناس هنا على الفاكهه؟ الناس بتشتري منك قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ الاقبال عامل ازاي؟ اقبال كويس بصراحه، كويس يعني على على الاحداث اللي بتحصل ديت الاقبال كده كويس بصراحه، كويس يعني مش هنقول الاقبال وحش او كده، الاقبال كويس. شكرا جزيلا، وصلت الرساله وكل سنه وانت طيب. شكرا. ازيك يا ماما؟ كل سنه وانت طيبه. انت بتقولي لي بقى احنا احسن بلد، كلمي بلد بلدنا دي المنيا احسن بلد، يعني احسن محافظه، احسن محافظه ولا فيها شكل ولا فيها مسلم ولا فيها مسيحي ولا فيها حاجه ابدا، كلنا اخوات مع بعضينا هنا، احسن بلد محافظه المنيا. ربنا يخليك. قولي لي بقى انت نازله السوق النهارده بتشتري ايه؟ بشتري كل حاجه، خضار وكل حاجه. واسعار الخضار حلوه بالنسبه لي؟ كويسه فل زي الفل، ما حدش ما ينام من غير عشاء. طب تطلبي ايه يا ماما من المسؤولين؟ يعني في وزاره جديده وفي حكومه جديده، تطلبي ايه من الوزاره الجديده للمنيا هنا؟ نطلب الرخاء ونلقى لقمه العيش والنظافه، هذا نطلب يا ابني، والصحه بالدنيا كلها وعلاج الفقراء، هذا اللي بنطلبه. نطلب ايه؟ ولقمه العيش. ايوه حبيبي. كل سنه وانت طيبه يا ستي. كل سنه حبيبي. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. قول لي انت عايز توصل الاول، انت بايع هنا ولا يعني انت تاجر ولا نازل تشتري؟ لا ده انا راجل فلاح على باب الله شايل. ومش لاقي لا شغل ولا مشغله. ايه الرساله اللي انت عايز توصلها؟ عايزين النور بيقطع علينا من بعد حد مبارك ما مات. النور بيقطع هنا، النور بيقطع ومفيش امن ولا امان ومفيش حد خالص. ساكن هنا في مركز صملوط يعني في صملوط هنا، وهنا في مشاكل هنا، حراميه، سرقه، سرقه، ضرب سنجه هنا ما تقدرش تتكلم، وحد مفيش لا امن ولا امن هنا، ولا في واحد ضابط ولا عسكر عم يمر، وكل يوم دق هنا والناس تموت بعضيها، مش لاقيين امن هنا ولا شرطه
وفي نفس الوقت احنا ناس غلابه هنا، الحاجه غاليه والمعاش واحد بيقبض 175 جنيه على خمس افراد، تعمل ايه؟ طب انا اللي معايا 8 ما بقبضش. ها؟ فاحنا بقى عاوزين نكلم المسؤولين يجوا يشوفوا حال المركز سمرود ده. ومحافظه المنيا دي بالذات مش لاقيين لا امن ولا امان فيها. الحكومه نايمه كده وبتقبض مرتبات، خلي بالك يعني. وبيجوا هنا ما فيش حد هنا ما يجي، اديك نظرت كوبري اهوت ما فيش عسكر واقف عليه. شيلوا في المونتاج، شيلوا في المونتاج. شكرا يا حاج، وصلت رساله كل سنه. يعني ما زلنا في جوله داخل سوق سمنلوط بمحافظه المنيا. السلام عليكم، كل سنه طيبه. طيب قولي لي، انت واقفه هنا من السوق من امتى بقى؟ ادينا 5 سنين. طب قولي لي بقى، رمضان السنه دي هل في اختلاف عن رمضان اللي فات بالنسبه لاقبال الناس على السلع؟ ايوه في اختلاف. ايه اللي بيختلف رمضان ده عن رمضان اللي فات؟ الحاجه غاليه ورجنا ناشف وما فيش بيع. يعني انا شايفك بتبيعي مانجا وعنب، قولي لي كده العنب عندك عامل كام؟ ده بتلات. طب شايفه ان 3 جنيه دي مش في سعر، مش في متناول المواطن العادي هنا في المنيا؟ طب ما هو احنا جايبينه غالي، جايبينه غالي من مكان. يعني نبيعه بيه هو في ربع جنيه حسنه. تمام. ماشي، ولا يبيعوا بيه طيب يعني. دافعين له العربيه اللي جبناها هنا نحط فلوس. والارضيه نحط لها فلوس، والميزان نحط له فلوس. وما نروح في العربيه ونجي في العربيه. مواصلات رايح جاي. نعمل ايه تاني؟ نعملها الصراحه حكايه النور اللي بتطلع علينا كل يوم. كل سنه وانت طيبه، كل سنه طيبه. قولي لي بقى، انت بتقولي في مشكله نور، هي مشكله ايه بقى؟ مشكله النور دي بتيجي كل يوم. اقوم اقفتها بديله جبت لك، هو والله العظيم هو الصح كده. ايه مشكله ايه اللي عندك؟ كل يوم قبل الفطار النور ما يقطع. ما نعرفش نفطر. كل يوم قبل الفطار النور يقطع كده، واحنا بنخاف اصلا على اولادنا. بنخاف على اولادنا، ايوه بكلمك، بنخاف على اولادنا النور ما يقطع. يبقى النور بس، واحنا عاوزين وفره النور بس. هذا اللي احنا عاوزينه. ولا على النبي كترت الحمد لله، كانت قليله الاول الوقت كترت. بتبيع ايه هنا في السوق؟ بتبيع ايه؟ خضار وما بيع، قاعده مع عمو ومع ابويا هنا قاعدين. بالنسبه للخضار كده قول لنا الاسعار السنه دي عامله ايه؟ الاسعار غاليه قوي. واحنا اللحمه غاليه ب 60 جنيه. واحنا ناس غلابه مش قادرين نجيبها. ادينا انا بقول لك ناس غلابه احنا قادرين نجيب الخضار. هل اسعار الخضار والفاكهه اللي انت بتبيعها مش في متناول المواطن العادي هنا في المنيا؟ يعني المواطن العادي يقدر يشتريها ولا غاليه؟ حرام، لا حرام غاليه عليه. لا حرام غاليه عليه. بامانه غاليه عليه والخضار غاليه عليه. السبب ايه ان الاسعار غاليه في رايك؟ مش عارف بقى انا صاري. مش هقول ايه طه؟ هقول ايه؟ حرام عليه. اللي مغلي الحاجه ده حرام. كل سنه وانت طيبه. شكرا شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. يعني انت كرب اسره النهارده، انت نازل تشتري ايه؟ طيب تعالى. انت حضرتك نازل تشتري ايه النهارده؟ لا والله انا صاحب محل هنا في المحل في المنطقه هنا قريب هنا، بس طبعا يعني لما شفت الجزيره ايه طبعا ايه اصور معاكم، يعني الواحد يقول كلمتين لوجه الله. يعني اهلا بيك، اهلا بيك. ان الرساله اللي انت عايز توصلها، او انت محلك انت بتبيع ايه؟ انا صاحب محل كشري هنا، مش عارف هيبقى اعلان ولا ايه. لا لا لا، من غير ما نقول الاسم، بس يعني انت بتبيع كشري وخلاص. انا صاحب محل كشري هنا، طبعا احنا قافلين في شهر رمضان. تمام. كلمه يعني الواحد بيوجهها لوجه الله، الشعب المصري دوا، الشعب المصري دوا، دي بلدنا الحمد لله، واخدنا حريتنا فيها بطلوع الروح زي ما بيقولوا يعني كده. الواجب على كل المصريين، الواجب على كل المصريين المحافظه على بلدهم. الاعلام طبعا ربنا يعني يرحم، الاعلام يعتبر شبه فاسد، همه الوحيد ان هو يسقط الرئيس مرسي، ربنا يصلح حاله ويحفظه لنا. طبعا اول مره نلاقي الرئيس بيتوضى، يدخل الجامع، يخطب في الجامع، ينصح الناس، متواضع، قريب من الناس، قريب من الناس. احنا عايزين ان يعني الشعب كده يحط ايده في ايد بعض، الشعب يحط ايده في ايد بعض، نحاول نحل مشاكلنا بنفسنا. الحكومه صعب جدا تحل كل المشاكل دي. ازاي نحل مشاكلنا بنفسنا؟ يعني انا شايف بالنسبه لموضوع قطع التيار، يعني انا شايف بالنسبه لقطع التيار، انقطاع التيار الكهربائي، سهل جدا، سهل جدا نستغنى، سهل جدا نستغنى عن التيار الكهربائي ساعتين في اليوم. اي واحد من الشعب المصري يستغنى عن التيار ساعتين في اليوم، ساعتين في اليوم. الناس دي لما بتقطع التيار عننا ده مش بمزاجهم، ده مشاكل بتتصدر لهم علشان الله اكبر الله اكبر، دي مشاكل بتتصدر للحكومه علشان يسقطوا الحكومه. وطبعا الشعب واعي، الشعب مش عبيط، الشعب واعي.
بس في ناس بتنقاد. انت شايف ان ازمه الكهرباء دي كلها حلها ان المواطن يقفل الكهرباء ساعتين في اليوم؟ طب ودور الحكومه ايه؟ احنا وحدنا مش هينفع، الحكومه بتعمل اللي تقدر عليه في حدود المستطاع، لان احنا طالعين من ثوره والبلد شبه واجعه، يعني البلد شبه اقتصاد واجع خالص منهار، فيعني في مشاكل كتير اولويات وفي بعد الاولويات، يعني اولوياتنا هي مشكله النظافه. انا عن نفسي ربنا ان شاء الله يقدرني مرميش. ده يعني ده نصيحه لكل الشعب، اللي هيرمي حاجه في الارض يحاول يحتفظ بيها لغايه لما يلاقي صندوق قمامه يرميه فيه. بالنسبه لقطع التيار ممكن نساهم مع الحكومه، نساهم، هي مساهمه بسيطه ولكنها لوجه الله، هي مساهمه بسيطه ولكنها لوجه الله. نحاول معلش 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 بس احنا نحاول على قدر الامكان، ما نصدقش، نحاول الراي اللي يصلح. هو معاه فتره، ان اصلح هنقول له انت اصلح، ان اساء هو عارف الباقي طبعا. كل سنة. طيب اسالك بقى، انت بائع ولا رب اسره نازل؟ رب اسره وشغال على توك توك. طب قول لي بقى، يعني الناس هنا بعض الناس مستأنة، بيقول لك كان السوق الاول تحت ودلوقتي التكاتك بدات تخش ومضايقه الدنيا. ما فيش حكومه ولا في حد هنا واقف. الاول كان بيجيب، ما في حكومه ماشي، في نظام، دلوقتي ما فيش نظام. والجاز زي ما هو، في جاز شاحح والبنزين شاحح والبوتاجاز شاحح والنور بتقطع، وما كانش في حاجه قبل كده. انتوا كاصحاب تكاتك مالكمش خط السير تاني غير اللي في السوق هنا؟ يعني الناس هنا مستاء، البياعين بيقولوا لي ان احنا مش عارفين نشتغل بسبب التكاتك داخله والدنيا زحمه، مفيش اي طريق تاني تقدروا تمشوا فيه غير السوق؟ منعنا فوق. طب منعنا على السكه ومرخصين المكن هنا ومفيش فايده برضه. يعني في ترخيص بس منعنا. منعنا نطلع، مش شغالين تحت، لازم نشتغل تحت. وما نشتغل فين؟ طب حل المشكله ايه دي انت وانت صاحب توك؟ يعني انت في المشكله حلها ايه؟ لو توجه كلمه للمسؤولين تقول لهم ايه؟ احنا مرخصين بس سيبونا براحتنا وناخد كترام عليها نمره، مفيش مشاكل، اي مشكله نتحملها. هما مزنقين علينا، ترخيص غالي وبندفع فلوس ومفيش فايده برضه. خليها مجلس محلي ونشتغل تحت. امال هما مرخصيننا ليه؟ احنا مرخصين التكاتك دي ليه؟ عشان نشتغل. امال هما ياخدوا فلوس بس، ما احنا تعبانين وشغالين تحت بعيننا، هنعمل ايه يعني؟ كل سنه وانت طيبه. يعني انا شايفك انت حضرتك نازله النهارده السوق، قولي لي كده انت نازله تشتري ايه؟ مش نازله اشتري، نازله ببيع حضرتك. انت حضرتك بياعه هنا، بتبيع ايه؟ ببيع يا مش رمضان. كل سنه وانت طيب. بمناسبه بقى مش رمضان، قولي لي الاسعار السنه دي في اليمين زايده شويه. زايده في الاسعار. طب في رايك ايه اللي خلى اليمين السنه دي زايد عن السنه اللي فاتت؟ الثوره اللي احنا فيها حضرتك، حال البلد مش مستقر اصلا. ايه علاقه الثوره باسعار اليمين؟ مع الاسعار حضرتك مش، ما فيش، البلد مش مستقره. لو البلد مستقر طبعا ما فيش استقرار في البلد طبعا. طب قولي لي كده اسعار اليمين عندك عامله ايه؟ البندق، الجوز، اللوز؟ يعني طبعا مرتفعه ما فيش حاجه، لسه البلد مش مستقره. هل المواطنين لسه بيشتروا يميش ولا خلاص بقى الناس بدات تفكر في العيد من دلوقتي؟ لا، الحل يعني بيفكر في ملابس العيد طبعا، الناس تعبانه. كل سنه وانت طيب حضرتك. شكرا جزيلا. يعني كانت هذه اللقاءات اجريناها من داخل سوق صملوط بمحافظه المنيا، والان نترككم مع هذه الصور من داخل السوق. حضرتك هتستنى يا فاضل.